مسهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة اللي غير حلقة مليانة محبة، فيها كمية سعادة مش طبيعية. أنصحكم أنكم تتابعونها للنهاية لأن فيها فيديوهات باللهجة البحرينية باللهجة السعودية، فيديوهات محبة بين الإخوان وبين الأشقاء بمناسبة إعادة فتح الحدود بين السعودية والبحرين وتحديدا جسر الملك فهد، الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين. مسهم حيهم. في البداية بسألكم سؤال وباكم كلكم تجاوبوني، معاكم خبر زين ولا ما معاكم خبر زين؟ قولوا لي ما معاكم خبر زين يا رسول السلامة. لا تخيب ظنوني، بسألك عن البحرين، كيف أهل المنامة؟ عادهم يذكروني وقل لهم يا مسافر إني بالليل ساهر وما هقيت الذي حبيتهم. شو يخذلوني ولا يتركوني؟ أيا كان، هل البحرين نور العين الزين كله؟ الله يحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم. سعادة مش طبيعية، سعادة مش طبيعية بمناسبة إعادة فتح جسر الملك فهد للمسافرين. تواصل الأهل مع بعض، تواصل الأخوان، تواصل الأشقاء، تواصل الشعبين السعوديين إلى البحرين والبحرينيين إلى السعودية بشروط. طبعا ما راح أقول لكم الشروط لأن الكل يتكلم عن الشروط ومو بشغلي أقول لكم الشروط. تبون تسافرون دوروا في اليوتيوب فيديوهات ثانية فيها الشروط، لكن الزحمة كانت مش طبيعية بمجرد فتح المنافذ والجوازات في جسر الملك فهد. مثل ما تشوفون أمامكم شيء خرافي، شيء أسطوري، شيء مش طبيعي. هذا يدل على المحبة المتبادلة، صلة القرابة، الأخوة، الأواصر القرب، كل ما هو جميل نشوفه في هذه الفيديوهات. يعني تخيلوا الساعة 11 في الليل هذه الزحمة، زحمة مش طبيعية، الناس كلها رايحة من السعودية إلى البحرين، من البحرين إلى السعودية، شوق ولا محبة، شغلات الواحد ما يقدر يعبر عنها لأنها فعلا في القلب موجودة يعلم الله. بادرت المملكة العربية السعودية بتوزيع الورود على المسافرين وعلى القادمين، مش بس على القادمين البحرينيين للسعودية، وزعوا ورود كذلك للمسافرين من السعودية للبحرين، ووصوهم أن يديرون بالهم على أعمارهم. وهذا فعلا كلام صحيح، روحوا استانسوا غيروا جو، شوفوا ربعكم، شوفوا أهلكم، لكن الصحة اولا واهم شيء وقبل كل شيء. اتركوا مسافه بينكم، البسوا كماماتكم واموركم طيبه باذن الله تعالى، وانتم طلعتوا من داركم دخلتوا لداركم، وعزي البحرين وعزي المملكه العربيه السعوديه. بمجرد دخول، شفتوا اول سياره دخلت؟ حطوا لي اول سياره دخلت من السعوديه للبحرين، كيف الكاميرات قدامهم، كيف قاعدين يصورونهم ومبسوطين فيهم، وهذا شيء طبيعي والعكس صحيح في السعوديه كذلك. البحرينيين طلعوا من بيوتهم الى الشوارع عند الجسر ليستقبلون اخوانهم السعوديين باعلام المملكه العربيه السعوديه وبالتلويح وبالترحيب وبالتهليل، وهذه مو بغريبه على هل البحرين، على الطيبين، على الغالين، على حبايبنا البحرينيين. مستانسين اليوم بأية اخواننا من السعودية وكلنا فرحانين متواجدين هني باستقبالهم، حياهم الله في ديرتهم البحرين. حياهم الله. حياهم الله. مثل ما تشوفون متواجدين في منطقة الجسرة بالقرب من الحدود السعودية البحرينية، وهذا البحرينيين كلهم بالشارع يستقبلون حبايبنا اهل السعودية مثل ما قاعدين تشوفون. شوفوا الاجواء شلون ما شاء الله، زود الحماس اللي انا فيه جايه بس اتفرفر عند الجسر انتظرهم يدشون. هذا كلهم مستقبلون ها؟ والله استقبال قوي. ارحبوا. العلم العلم. صور صور عز يا مال العز وفخر يا مال الفخر. والله العظيم وانا اماراتي اني قاعد اشوف هالفيديوهات واشوف هالاشياء واني مبتسم طاير من الفرحه، يخونني التعبير. اتمنى فعلا فعلا اني اكون موجود في هذه اللحظه بين الاخوان هناك، وقريب قريب باذن الله تعالى بنزوركم ان كان في السعوديه ولا ان كان في البحرين. وعز يا مال العز. لكن اللي سافر ويسوي حركات نصكم ومو متطعم، تعرفون ايش بيسوون فيه؟ مثل اللي تشوفونه امامكم على الشاشه، بترد مشي تراك، وحتى اخوياك اللي انت مسافر معاهم ما بيردونك لانهم رايحين ومكملين مشوارهم. لذلك اتاكدوا انكم اخذتوا التطعيم قبل ما تروحون للمملكة العربية السعودية. وانت طالع
ما زلت في السعودية. شوفوا أمامكم على الشاشة الشوارع كيف على الليتات أعلام البحرين وأعلام السعودية، والعكس صحيح كذلك، من تدخل البحرين أعلام البحرين وأعلام السعودية في كل مكان. شوارع البحرين، تبون تشوفون شوارع البحرين الساعة 2:30 الفجر الليلة، 2:30 الفجر كيف؟ هذه هي الشوارع أمامكم، شوفوا الزحمة، شوفوا الناس كيف فرحانين متولهين مشتاقين رايحين يشوفون أحبابهم قرايبهم ربعهم، اشتاقوا للبحرين لريحة البحرين ولكل هذه الأمور، الله يسعدهم يا رب العالمين. استوقفني فيديو جدا جميل وجدا رائع لشخص يتكلم عن البحرين بطريقة جدا حبيتها، خلينا نشوفه ونرجع ثاني مرة. آي على البحرين، آي آي، إذا رحت المنام ودخلت السوق القديم وشميت ريحة البهارات ترد روحك ترد روحك، وإذا دخلت محل الحلوى وضيفك حلوى وقهوة ومتى يمه يمه يمه. لا وإذا وقفت سيارتك غلط مر عليك واحد يقول لك جدم شوية طيب هني ممنوع يمكن يعطونك مخالفة. الحكي نقد عسل. يا قلبي يا ودوني البحرين. صادق صادق، عز الله انك صادق، الله يسعدك يا اخي على الاسلوب الحلو والاكثر من رائع، والله يوفق الجميع يا رب العالمين. ايضا استوقفني فيديو ثاني لبحريني ام سعوديه، تخيلوا ايام ما كان الجسر مسكر الام شو تقول حق ولدها؟ تقول له ودني السعوديه، يقول لها الجسر مسكر، تقول له على الاقل طلعني بس ودني على حدود الجسر اشوف ليتات الشرقيه والخبر من بعيد. انتم متخيلين كميه الشوق، كميه الوله، كميه اللطافه في هذه الام السعوديه اللي متزوجه بحريني، والولد يمزح مع امه وش يقول لها؟ يقول ليت ابوي ما تزوج من السعوديه ابتلشنا. الله يسعدكم يا رب العالمين، خلينا نشوف الفيديو. احنا من ساعة حنين عليه يا رجل، مو بهذه المسؤولية صراحة، عشان باطله باطله باطله. ما اقول يمكن سمعت اخبار مني ولا مني ياك خبرنا. شوي وين اوديك؟ نقصب اليسر من هناك، يمكن ان هو الشرقية نشمة شوي، عارف هذه؟ اكلمك صدق انا ما تخش رياض قوم ادني، انا اليوم دقت في راسي. انا ابوي غلطان يوم تزوج من السعودية. لو تزوج هنا من البحرين احسن. تعال احنا ذي في البحرين مرتاح. قوم ادني قوم خل بشوف مني يمكن تبين الشرقية اللي تبينه من اقصى. ومتزوج من السعودية واحنا متقاربة. وادني شو متقاربة شو تقاربة توديني لعند امريكا. قال لهني مشوار نص ساعة. عاد للحين ما بطلوه. ما ادري ما بطلوه، بس بنطالع شوي اللي تات مال الخبر مني معل. يبينون مع الكورنيشن يبينون جريب جريب. هو الشرقية. الله قلبي كلش صبري نفد ما عاد في. شوفوا له بطلوا له اليسر لا تموت علينا، بطلوا له تروح السعودية. صبري نفد يا الناس. تروح حق خواته سندراتنا. الله يحفظكم والله يسعدكم والله العظيم. شعبين بقلب واحد فعلا، الخليج كله، الخليج كله، مش بس البحريني سعودي وسعودي بحريني والإماراتي سعودي وسعودي إماراتي الكويتي، الخليج كله وكل الدول الصديقة، نتمنى نكون بمثل هذه المحبة، بمثل هذه الصداقة، بمثل هذه الروح الحلوة اللي تجمع الناس. وما أنسى ما أنسى سيدي وتاج راسي صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الله يحفظه ويطول بعمره، والله ما أنسى هذا الفيديو طول عمري لما البحرين خذوا كأس الخليج، ما أنسى لا يمكن أنسى هذا الفيديو. طلع الشيخ ناصر الله يحفظه بفيديو في سناب شات شو يقول؟ يقول أهني الشعب السعودي على فوز منتخبهم البحريني، خلينا نشوف الفيديو. أول شيء ألف ألف مبروك للشعب السعودي فوز منتخبهم البحريني بكاس الخليج، وأقول يا منتخبنا عادك في المهمات، ترفع مقام اللي مقامك مقامه، ما نيب مستغرب عليك المنصات، ما دام لك في كل صفحة علامة، بقولها وعيدها 10 مرات، مال الزعامة غير شعب الزعامة. عز يا مال العز، فخر يا مال الفخر، الله يسعدك يا ابن الملك، تحية حب واحترام وتقدير لجلالة الملك حمد الله يحفظه ملك مملكة البحرين، للشيخ سلمان ولي العهد، الشيخ ناصر، الشيخ خالد الله يحفظكم، كل شيوخ البحرين، كل شعب البحرين الغالين والحبايب. كذلك في قصيدة رائعة لشاعر رائع كبير، شاعر أنا أحبه، شاعر قحطان الجميل، الشاعر ناصر القحطاني في مملكة البحرين. خلنا نسمع القصيدة من أمام الجسر أتوقع، ولا في البحرين سموير يعني، خلنا نشوف سموير مسوي عمرك يعني أوكي في مكان ما، نشوف القصيدة ونرجع ثاني مرة. سلامي على بحرينكم يا أهل البحرين،
على شوفة الأحباب ما فيه تأخيرة. سلامي على اللي حط من زالكم في العين وحث الخطال المجد من حسن تفكيره. حمد جارنا اللي طلته في القسة واللين تساوت بوجه ما عرف يوم تكشيره. رسالة غلا مختومة بنخله وسيفين حملها السلام اللي دريته بساريره. سلام السعودية سلام السعوديين هل الطيب والنخوة والخلاص والغيرة. يسلم عليكم شيخنا خادم البيتين زعيم العرب وجه السعد طيب السيرة. إلى مد يد العون محد وراه عين يحط الصعاب بكبرها حبة شعيرة. وبلغكم إجزال التحيات يا الغالين من السيف الأجرب سيف الأجداد ما غيره. خذا في ضيافتكم سنين وراها سنين ولا حصل من بلادكم غير تقديره. ترى الجسر وحده ما ربط بين أهلنا بين علاقاتنا شيئين من الصعب تفسير. صح لسانك ألف، صح لسانك ألف شاعرنا الكبير وشاعرنا الجميل ناصر القحطاني. والله أنا مبسوط، والله العظيم أنا مستانس لما أشوف هذه المشاعر الصادقة بين الحبايب بين الإخوان بين دول الجوار اللي نعتبر إحنا كلنا أرض واحدة، شعب واحد وعز يمال العز، خليجنا واحد وشعبنا واحد. نعم 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 هذه مش مجرد شعارات، لا والله لا والله هذا الشيء متأصل في القلب وعقبال الباقين كلهم يا رب العالمين. الله يسعدكم جميع، حبيت أسوي هذه الحلقة. راح أختم الآن وأترككم مع سعودي يشيل شيله وهو رايح باتجاه البحرين على الجسر. راح أترككم تستمتعون فيها وراح أشوفكم على خير في حشفيك راح أشوفكم على خير في حلقة قادمة في مال الكريم. بطريق العز درب المنامة وكانك تدور طيبة صدق تبهر. دورها للبحرين أهل الشهامة الديرة اللي شعبها ما يباشرك إلا بصاف الود مع الابتسامة. شعب وفي ما يوم ممكن يكدرك تخجلك دايم طيبته واحترامه. الله يا البحرين الله.